وفي المفرق أيضا أعلنت مديرية الصحة بالتعاون مع مستشفى المفرق الحكومي وضع خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء، تتضمن تزويد المستشفى بكافة المستلزمات والمعدات من أدوية وأجهزة طبية. قمنا بتجهيز جميع المرافق الحيوية في المستشفى من الغازات الطبية، حيث يوجد عندنا خزان للغازات الطبية بسعة 1225 جالون، وهاي تكفي لمدة شهر أو أكثر. يوجد كذلك اسطوانات أكسجين احتياطي ما يقارب 60 اسطوانة سعة 6 متر مكعب. المواد التدفئة من السولار جهزنا 55,000 لتر سولار، وهاي تكفي لمدة أسبوعين بالإضافة للخزانات الداخلية واللي تكفي كذلك لمدة أسبوعين أخرى. المواد الغذائية، المواد الناشفة في حالات الطوارئ تم تزويدنا بالمواد الناشفة لمدة أسبوعين، وكذلك المواد الطازجة وهي تزود يوميا من قبل الموردين المحليين في محافظة المفرق. هناك خطة طوارئ لفصل الشتاء تم تقديمها رسميا إلى الوزارة وإلى عطوفة محافظ المفرق، وهي خطة مكتوبة وقابلة للتنفيذ، بحيث أي وجود غرفة عمليات في المديرية إضافة إلى اشتراكنا في الغرفة المركزية في المحافظة في غرفة العمليات، واتصالنا مع الحكومة سواء الخطة المركزية أو وزارة الصحة اللي هي مديرية إدارة